الفترة الصيفية مضروب تحت التصرف للوكالة. اليوم رانا في هراوة وفي مناطق مماثلة حيث تفقدنا الكيفية التي تنظم بها تحضير لفصل الصيف والإقبال الجماهيري والمنشآت المخصصة إلى أبنائنا القادمون من هنا وهناك من ولايات عدة ليستمتعوا بجمال الجزائر بجمال شواطئها. وكذلك كانت لنا فرصة باش نشوفوا أن حضروا بعض من الأنشطة المفيدة الهادفة المؤثرة أحسن تأثير اللي نتمناو إن شاء الله يستفادوا كذلك بها هؤلاء الذين يقطنون في ولايات وفي بلديات بعيدة نوعا ما، باعتبار أن قد يكون تبادل ما بين هذه الطاقات المتواجدة بالجزائر العاصمة و بالمدن الداخلية وبجنوبنا الكبير.